حتى واحد ما كان متوقع ان ايمان غتعتقل اليوم، لانها ديما كانت كتلوح اللومه على راجلها وعكوزتها. ولكن اخوتي الخبر صحيح، ايمان في ضيافه الشرطه ابتداء من اليوم الاثنين، وهذا الشيء جاء على خلفيه اول حاجه مجموعه من مقاطع الفيديو اللي كانت كتقبح فيهم على راجلها، وكذلك واحد ستوري اللي قالت فيه انها غتنتحر هي ولادها، وهذه كانت هي النقطه التي افاضت الكاس وخلات راجلها يدير شكايه مستعجله لدى وكيل الملك ضدها. وبلا ما نساو بطبيعه الحال اخوتي الاهانات اللي كانت كتوجه ايمان في كل خرجات ديالها لعجوزتها ولويساتها، وكانوا اخوتي المخلويضات اللي دايرين بها اللي كيشدوا هذوك اللايفات ومقاطع الفيديو وكيوصلوهم لراجلها ولعجوزتها وحتى لويساتها، وكيلاقيو ليها السلوكه وكيرجعوا للور وكيبقاو يتفرجوا في هذا الشيء كامل. المهم اخوتي اللايفات ديال ايمان داروا ضجه كبيره في المغرب مؤخرا، وكانوا من الناس اللي كيدعموها في هذه التصريحات المثيره اللي كانت كتخرج بهم على حساباتها سواء في الانستغرام ولا تيك توك، وكانت فئه اخرى اللي كتحذرها وكيقولوا ليها شوفي يا بنت الناس راه لا داعي انك تخرجي الاسرار ديال بيتك والزوج ديالك للعلن وديري في راسك الضحك. ولكن اخوتي الطمع اعماها، لان نسب المشاهده وزياده عدد المتابعين نهار على نهار خلاوها تتمادى وتكمل في التبراح ديالها بلا ما ترد البال من صحابات القرطيطات اللي كانوا دايرين بها وكيحفروا ليها. المهم اخوتي في هذا الفيديو غنتعرفوا مع بعضيات على الأخطاء اللي دارتهم إيمان وأشنو اللي خلاها توصل لهذه الحالة بعد ما كانت سيدة أعمال في اللباس التقليدي وعيشة مع راجلها بما يرضي الله. وإلا بغيتوا تعرفوا أخوتي معطيات حصرية ومستجدات خطيرة في هذه القضية ديال إيمان وهذه الروينة وهذه الضجة اللي كانت نايضة بسببها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ما عليكم غير تتابعوا هذا الفيديو من الأول حتى الأخر. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. كديرين لاباس عليكم بخير؟ اش كتعودوا؟ كديرين مع الصيام؟ كديرين مع رمضان؟ واش غالبكم؟ واش غالبينو؟ كنتمنى على اي حال تكون احوالكم طيبه. كنبغي نشكر الناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، شكرا لكم بزاف، الله يحفظكم الله ينصركم الله يعزكم. الناس القدام بطبيعه الحال دائما الدار داركم وانتم البركه ديال هذه القناه، وبفضلكم لا سواء المتتبعين القدام ولا الجداد العائله كتكبر ديال قناه مول تنقنيقه. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير انكم كتدعموني وكتعاونوا معايا، لانني بالفعل محتاج لهذا القناه وكنحاول انني نتعاون بها على الزمان. وقبل ما نبدا معكم اخوتي هذا الفيديو عطيوني اللايكات ديالكم، بغيتكم كاملين تعطيوني اللايكات ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين، ما غتخسروا حتى شي حاجه، حطوا غير صبيعكم على هذيك الجديده وغتفرحوني، الله يجعل ربي يفرحكم في هذه العواشر، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. المهم اخوتي ندخل معكم مباشره في صلب الموضوع ديال هذا الفيديو. وكيف ما شفنا جميع مؤخرا ان ايمان اتفقوا عليها مجموعه من المؤثرين الفاشلين اللي عطاوها في نظري انا بعدا واحد الدقه اللي شوف واش قدرت نوض منها عاوتاني ولا لا. واولهم من هاد المؤثرين ديال الصرف الصحي هي ساريكول اللي قدرات انها تواصل مع راجل ايمان، وفي نظري انا ان ساريكول جابت الايمان تمام كما كيقولوا وخلاتها تنتف شعرها في اللايف بحال شي حمقه. والمصيبه انه وليداتها صغار كانت دايراهم وراها في الطوموبيل وكيشوفوا هاد العجب وكيتاثروا نفسيا. من بعد عاوتاني اخوتي شفنا الحكومه، هذيك وجه الصباط اللي مسميه راسها الحكومه وخدمتها وهمها الشاغل هو انها تجمع اكبر قدر من المعلومات والاسرار ديال عباد الله وتشهر بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا احد يحرك ساكنه. من بعد عاوتاني اخوتي شفنا ولد الفلبينيه اللي حط عران ديال ستوريات في الصفحه ديالو كيهاجم فيهم ايمان وكيتهمها بانها كذابه وما كتسواش ودايره البوز على المغاربه الى اخره. وشوفوا بعدا اخوتي شكون اللي كيهضر على البوز والكذوب، اكبر مشوه في السوشيال ميديا اللي داير في راسه الضحك مع الخانزات ومع الباترونات، ها اللي كتدي ليه دهازو، ها اللي خانتو، والقائمه طويله. وكما قلت لكم اخوتي في بدايه هذا الفيديو هو ان ايمان حتى هي ارتكبت اغلاط فادحه. ايمان اخوتي كانت لعباها مطوره بزاف وبغات تبع اسماء بيوتي في الشوهه اللي كانت كدير في اليوتيوب وكتضرب في عجوزتها ولويساتها باش تطلع الادسنس، ونجحات وكبرات القناه مع ذلك، ودارت الفيلا ودارت الطوموبيل ودارت العجب والقهاوي، وفي الاخير تصالحات مع عائله راجلها. وللاسف شكون اللي طلع مكلخ في هذا الشيء كامل؟ هو المتتبع اللي كيثيق بهذه المسلسلات والافلام السخيفه اللي كتمس بسمعه المغاربه
المغربة والأسرة المغربية المسلمة المحافظة. لكن أخوتي إيمان ماشي هي أسماء بيوتي، لأن إيمان كانت مدورة بها الصحابات، وماشي أي صحابات، كانت مدورة بها غير هذوك الصحابات أخوتي يعني المجوعفات والجيعانات والملهوفات على عدد الفولورز، يعني ضربهم جل كحل على عدد المتتبعين والإشهارات والنخوة على الخوة. أنا ما بقاوش عندي الصحابات، واش عباد الله غير غطار على اختها الصحبة اللي ما توصلش ليا هضره صاحبه هادي. انا راه باغا لي تجيب لي دواسه صحاح، انا باغا نشد على عباد الله، انا باغا نطيح في بنات الحرام، انا كنطيح في بنات الناس، انا راه خاصني نلفعه قرطيطه بحالي. اكيد اخوتي ما غيحملوهاش فاش غيشوفوها كتخطف الاضواء وكتزيد الشعبيه ديالها بين المغاربه نهار على نهار، وبالتالي الثقه العمياء اللي كانت دايره ايمان في صحاباتها غتخلي وحده منهم تاخذ النمره ديال راجلها من التليفون ديال ايمان على خطر خطرها وتعطيها للحكومه، هذيك وجه الصباط اللي دويت لكم عليها، ومن بعد وجه الصباط غتعطيها لصاري كول، وبالتالي هذيك المسخه ديال اسبانيا ما غترددش، يعني غتواصل مع الزوج ديال ايمان وغتجر ليه لسانه. ولكن واحد الحاجة اللي بغيت نثير الانتباه ديالكم لها هو ان حتى الزوج ديال ايمان كان قلبه طايب، كان قلبه طايب منين؟ من هذوك التصريحات اللي كانت كتخرج بهم ايمان وكتضرب فيه وكتضرب في الام ديالو وكتقول لي كاينه واللي ما كايناش. وماشي بعيد ان الزوج ديال ايمان انه حتى هو كان عارف ان ساريكول ربما كانت كتسجل في هذاك الوقت، ولهذا تعمد انه يبقى زعما غادي كيدي ويجيب معاها في الهضره وكيعطيها معطيات اكثر على اشنو كان طاري بالضبط، وبانه قال لها خلي الاولاد معاك ونعطيك 8000 درهم، يعني المحادثه اللي كانت مسجله سمعناها. وحتى راجل ايمان انا متاكد بواحد النسبه ديال 90% اخوتي دارها اكسبري، لانه باينه مراته مشهوره والاخرى ساريكول يعني الصوت ديالها مالوف، راه دابا تجيب دري عنده غير 6 سنين 7 سنين تقول لي الصوت من هذا، يعني تعطيه التسجيل الصوتي ديال ساريكول ولا توريه زعما توريها لي ولا شي حاجه بحال هكا غيقول لك اه هذه هي ساريكول. بزاف ديال الناس كيعرفوها، دراري عيالات بزاف، انا ما كنقولش كلشي ولكن بزاف. يعني اخوتي في هذه القضيه الزوج ديال ايمان حتى هو تعمد انه يفضحها، لانه كما قلت لكم اخوتي السيد صافي طلع ليه داك الشيء في الراس على السبه، وصحاباتها كيصيفطوا ليه في الاوديوات والفيديوهات شوف مراتك اشنو كتقول، المتتبعات اللي كاريات حنكهم ما عندهم ما يدار حتى هما كيهزوا ويصيفطوا للزوج ديالها. ما تقولوش ليا كيفاش كيصيفطوا ليه المغربيه او لا المتتبع بصفه عامه فاش كيدير شي حاجه في باله راه كيوصل ليها، وهذا الشيء شفناه مع المرحومه مديحه اللي ماتت في تركيا كيفاش كانوا كيترجموا لزوجها الكردي. شوف نسيبك يعني عبد الغني الاخ المرحومه اشنو كيقول عليك، وشوف صحاب القنوات في المغرب اشنو كيقولوا عليك الى اخره. يعني نفس الحاجه طرات مع الزوج ديال ايمان، كان بنادم اخوتي اللي دخل ما بيناتهم متتبعات ما عندهم ما يدار او الاشخاص اللي قراب من ايمان وصحاباتها كرايات حنكهم اللي كانوا باغين ليها الغرق وكيضحكوا ليها في وجهها الضحكه الصفراء بقاو كيشارجيو الزوج ديالها عليها، يعني وصلوه لواحد الدرجه ديال الغضب، واحد الدرجه انه حقد عليها بزاف وبغى حتى هو يشتت لها الشمل ويرد لها صاع صاعين. لان ايمان ما رحمتوش، دارت واحد الغلط كبير اخوتي انها بقات كتشوه في راجلها، بقات كتشوه في عائله راجلها، ما راعتش حتى هي العشره اللي كانت بينها وبين راجلها، ما راعتش لهذوك الوليدات منين غيكبروا ربما غيتاثروا، ربما غيبقاو يشوفوا هذوك الفيديوهات ديال الام ديالهم، يعني داك الشيء كيبقى اخوتي. راه كاين واحد الارشيف في السوشيال ميديا، يعني تقدر دير فيديو اللي غدوز عليه 5 سنين او 6 سنين من بعد غتجي تكتب مثلا غير كوينز باي ايمان، ولا تكتب يعني جودي نابورت كوا ندى حسي الى اخره، راه غيطلعوا لك جميع الفيديوهات اللي بنادم نهار بدا في السوشيال ميديا. واش فهمتوني اخوتي ولا لا؟ ومن بعد اللي جاب تمام الايمان هو انها حطات واحد ستوري في الصفحه ديالها في الانستغرام كتقول فيه بانها باغيه تنتحر هي ولادها، وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي خلى راجلها انه يتقدم بواحد الشكايه مستعجله لدى وكيل الملك، وتم اعتقالها اليوم من اجل التحقيق معها. وللاشاره راه حتى هي رفعت دعوه على رضا ولد الشينويه والحكومه بتهمه التشهير والابتزاز والمساس بالحياه الخاصه. واخر معلومه في هذا الفيديو عندي لكم اخوتي بخصوص هاد مولات الزبيل ديال ايمان هو انها رجعت لدارها اليوم بعد قضاء واحد النهار طويل ديال الطلوع والهبوط في الكوميساريات، وعاد غنشوفوا من بعد باش تفارات هاد الجره، وبطبيعه الحال غنوافيكم بالمعطيات. كنشكركم اخوتي جزيل الشكر على المتابعه، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، الله يحفظكم الله يخليكم ليا الله ينصركم، خليوا ليا اللايكات ديالكم، الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما ترددوش انكم تابوناو، الله يسهل عليكم والله يعاونكم. Thank you.